أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. يمثل الاختلاف السياسي في المجتمعات الديمقراطية حالة صحية، سيما وأن العراق حديث عهد في استيعاب النظام الجديد القائم على قبول موقف سياسي مختلف في ظل بلاد متنوعة تضم مختلف الأديان والقوميات. لكن الاختلاف في الثوابت السياسية في مواجهة العدو المشترك داعش ليس من الديمقراطية شيء، إذ نسمع اليوم أن هناك من يختلف في كيفية مواجهة داعش بموقف معارض للرأي العام، لا يهتم بما خلفه هذا التنظيم الدموي من مآسي وآهات على الناس بمختلف أطيافهم، فداعش لا يستثني أحد من العراقيين. فلماذا ننقسم ونحن نواجه أفعى تنوي ابتلاع البلاد؟ ولماذا يستخدم البعض داعش للنيل من الخصوم السياسية على حساب الناس؟ ما هي المنطلقات أو المعطيات الأساسية التي ينبغي أن يتوحد بها خطابنا تجاه القضايا المهمة؟ هل المنابر الدينية دور في تأجيج الفتن وزيادة الشق الوطني؟ من هم الجهات المسؤولة عن محاسبة من أخل بالخطاب الوطني؟ وكيف نحد من الخطابات السياسية الطائفية التي تؤجج الفتن والاحتقان؟ هذه الأسئلة نطرحها هذا اليوم على ضيوفي، لكن بعد مشاهدة هذا التقرير الذي أعده الزميل محمد سعد. دعوات توحيد الخطاب السياسي لمواجهة داعش والتحديات بشكل عام مستمرة من قبل السياسيين أنفسهم وحتى المجتمعات الدولية، فالانطباع عن الخلافات يبدو أن بصماته لا زالت ملامحها متروكة على المشهد السياسي، في حين أن التفاؤل بدأ مع تشكيل الحكومة على إثر توافق بين الكتل السياسية. أول اجتماع للرئاسات الثلاث تم التأكيد فيه على ضرورة توحيد الخطاب السياسي من أجل تقوية الموقف ومواجهة داعش بإرادة وطنية وعزيمة لدحرهم والخلاص منهم. ويرى مراقبون ومتابعون للشأن العراقي أن انتصارات القوات الأمنية ومساندة الحشد الشعبي وتكاتف العشائر في المناطق الغربية مع القوات الأمنية يعد الرد الحاسم على محاولات البعض استغلال التصدعات في الخطاب الديني، وبهذا التوحد سيتجاوز العراق الأزمة التي يمر بها بفخر وانتصار. نواب عن دولة القانون شددوا على أهمية توحيد الخطاب السياسي خلال المرحلة المقبلة لدعم الحكومة، وأكدوا أن المرحلة المقبلة تتطلب من القوى السياسية توحيد الجهود لتجاوز هذا الوضع، وأشاروا إلى أهمية توحيد الخطاب والموقف السياسي بغية إيصال معاناة الشعب وأهمية قضيتهم ومعركتهم ضد الإرهاب، بعيدا عن المفاهيم التي حاول البعض إيصالها في وقت سابق بأن ما يجري في العراق هو صراع طائفي. في وقت يرى فيه نواب عن ائتلاف المواطن أن الكتلة تدعم رئيس الوزراء بخطواته الجادة لتوحيد الخطاب السياسي ولملمة كل الأطراف العراقية تحت مظلة الدستور، وأكدت عدم سماحها بإقصاء طرف أو تهميشه، وعلى الجميع المشاركة الفعالة في توحيد الخطاب السياسي. ودائما ما تؤكد لقاءاتهم بين رجال الدين ورجال السياسة على أهمية دور العلماء في محاربة الفكر الذي يتبناه داعش وضرورة توحيد الخطاب ضده، وهذا ما حدث فعلا، فالتأكيد على اللحمة الوطنية وتوحيد الخطاب حديث أكثر علماء الدين في خطب الجمعة، والحاجة ماسة وبحسب مراقبين إلى دور أكثر فاعلية لرجال الدين. إذن فإن توحيد الخطاب السياسي سلاح فعال لدحر داعش وإضعافه، وعكس ذلك يكون داعش المستفيد الوحيد من عدم توحد الخطاب السياسي بحسب المعطيات. ويؤكد محللون سياسيون أن مراجعة الخطابات في المرحلة السابقة ضرورية ومهمة لتوحيد الخطاب وتهذيبه من الفرقة السياسية التي دائما ما يستفيد منها أعداء العراق، وقبل ذلك كله هو توحيد النوايا وصدقها. لبرنامج المشهد الأخير، محمد سعد. رحبوا معي أعزائي
أعزائي المشاهدين بكل من النائب عن اتحاد القوى عبد القهار السامرائي والنائب السابق القاضي جعفر الموسوي والشيخ رافع الفهداوي أحد شيوخ عشائر الأنبار. أرحب بكم ضيوفي، وأبدأ سؤالي لك سيادة النائب. أريد أعرف شنو المشاكل السياسية اللي موجودة هذا اليوم، يعني من بدأت العملية السياسية أو تشكيل الحكومة العراقية وأنتم مختلفين، يعني شنو اختلافكم؟ اختلافكم حول مطالب اتحاد القوى اللي شكلت على أساس الحكومة العراقية، أو هناك مطالب أخرى يعني تهم جمهوركم بالقائمة اتحاد القوى؟ اتحدث لي بكل صراحة وبكل واقعية اليوم اللي المواطن يريد يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم وبجمهوركم الكريم وبضيوفكم الكرام أيضا. حقيقة تشكلت الحكومة على وفق توافق سياسي بضمانات من تصويت بها على مجلس النواب، وتعهدت بها المرجعية والتحالف الدولي بأن يتم إصلاحات في العملية السياسية لما مر من سنوات الماضية من استئثار بالسلطة واستنزاف لموارد البلد وتهميش وإقصاء للكثيرين من المشاركين بالعملية السياسية كمكونات وكأحزاب سياسية مختلفة الأطياف. نعم. على ضوءها تم الاتفاق على وثيقة اتفاق سياسي وتم التوقيع عليها والمصادق عليها، تضمن حقوق الجميع في المشاركة وفيها الكثير من المتطلبات لنجاح العملية السياسية. نعم. يعني ادخلي بالموضوع سيادة النائب، الوقت حتى ما نستنزفه بالحديث يعني حول تشكيل الحكومة وأيضا الاتفاقية مع الحكومة. أريد أعرف شنو القوانين اللي اتحاد القوى أو اللي متفق مع الدكتور حيد العبادي ولحد هذا اليوم ما اتطبقت وما تنفذت، وهي يمكن راح تكون يمكن حجرة عثرة بين اتحاد القوى وحكومة الدكتور حيد العبادي؟ سؤالك الأول، لنمضي بصراحة بهذا الاتجاه، أنا قدمت على وثيقة الاتفاق السياسي، وكان أحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي هو إنشاء القوات الأمنية بصورة متوازنة، وأحد متطلبات هذا الإنشاء هو إنشاء الحرس الوطني الذي تم الاتفاق عليه والمضي فيه في أن تتم تأمين جميع مناطق العراق من أهلها وبنسب متوازنة من أبنائها ليأخذوا دورهم في محاربة الإرهاب والتوحد بهذا الشأن. اليوم حاليا يتم الالتفاف على هذا القانون بطريقة ما ولا يمرر بالطريقة الأساسية التي تم الاتفاق عليها، محاولة واضحة لإقصاء مكون من المشاركة الأمنية، وهذا الإقصاء بمعنى هنالك تهميش في المشاركة الأساسية، وبمعنى أنه لا يوجد ثقة بين المكونات في المشاركة لا بالعملية السياسية ولا بالجانب الأمني ولا بمحاربة الإرهاب. خليني أنتقل هذه التساؤلات. نعم. أنقلها للقاضي ونكمل أيضا حديثنا ومحورنا. هناك عدم ثقة من المكون السني، خلي أتحدث بكل صراحة وكل واقعية، بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات السياسية أو البرنامج الحكومي اللي شكلت على أساسه الحكومة العراقية وتم التصويت عليها تحت قبة البرلمان العراقي. هل اليوم أكو أزمة ثقة بين المكونات، بين الحكومة، بين اتحاد القوى؟ اتحدث لي عن الصراعات السياسية، يعني بعد 8 سنين من الصراعات السياسية هل اليوم نرجع على نفس الموضوع، هم نفس الطاسة ونفس الحمام؟ سيادة القاضي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وللضيوف الكرام وللمشاهدين الكرام. الحقيقة بالبداية أريد أعرج على الديباجة اللي تفضلتي بها حضرتك بأنه نحن بحاجة إلى وحدة الموقف السياسي، أو يعني حقيقة إحنا بحاجة إلى موقف وطني قبل أن نكون بحاجة إلى موقف موحد سياسيا أو نعم. الخطاب السياسي الموحد. لكن أقول لك نحن كتلة مهمة جدا ومكون مهم بالدولة وبالمجتمع، وأنتوا همشتونا يعني ما نفذتوا يعني القرارات والاتفاقيات. نعم. السياسية اللي موجودة. نعم. أريدك ترد علي سيد جعفر لأن حتى نعم. ندخل في صلب. نعم. الموضوع حقيقة راح أرد باختصار، يعني من الجمعية الوطنية والدورة الأولى للبرلمان والدورة الثانية رئيس مجلس النواب هو من المكون الأخوان.
نعم. يعني مكون حتى لا يعتبر الاخوان الاخوان يعني مو الاخوان المسلمين مو اخوان المسلمين خلينا نقول، وانما من الاخوان السنه. وبالتالي رئاسة البرلمان لها دور كبير في تشريع القوانين، والأستاذ اليوم هو رئيس كتلة أعتقد في تحالف القوى، وكذلك يعني يعرف بأنه مشاريع القوانين المتفق عليها مع الحكومة كثير منها الآن في أدراج مجلس النواب. نعم. وبالتالي مجلس النواب عليه أن يحرك هذه، إذن طلعت من ساحة الحكومة، طلعت الاتفاقات اللي كثير من الاتفاقات مساءلة وعدالة، وكذلك موضوع الحرس الوطني. نعم. الآن في أدراج مجلس النواب. نعم. وهي من ضمن الاتفاقات النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء. نعم. أيضا هذا خلاص من عنده. إذن كثير من الأمور المتفق عليها في الوثيقة السياسية هي الآن في مجلس النواب، ومجلس النواب عليه أن يحركها. وبالتالي إحنا الآن الحكومة في حلم هذه المسؤولية. وبالتالي إحنا خلينا نكون واقعيين، أكو أمور أخرى قد تدفع بعض السياسيين إلى التعويل على بعض الأمور. نعم. اللي هي مو أساس. نعم. الموضوع، ولكن إحنا ليش دم نخشى من بعض الإفصاحات ونقولها بأنه ترى مو هذا الموضوع، هذا الموضوع اللي نريده، هذا اللي أقوله. سيادة القاضي خلي أخذ هذا الاتصال. ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ طه الهيبي من عمان، النائب السابق. أستاذ طه إذا تسمعني أرحب بك ببرنامج المشهد الأخير. أريد أعرف شنو الصراعات السياسية هاليوم. هاليوم الوضع محتقن، داعش بالعراق، داعش مسيطرة على مناطقكم السنية. هاليوم نحتاج خطاب واقعي، خطاب موحد ضد داعش. اتحدث لي بكل واقعية وبتحدث لي بكل صراحة، ليش مختلفين على هذا؟ شنو السبب؟ شنو الأسباب هذا اليوم اللي العراق يمر بأزمة سياسية قبل ما يمر بأزمة أمنية؟ تفضل أستاذ إذا سمعتني. الحمد لله، تحية لك وللضيوف الكرام جميعا وللمشاهدين الكرام أيضا. أعتقد أنه اليوم حتى توحدين خطاب سياسي يجب أن تكون هناك أفعال على الأرض، وعندما تكون الأفعال على الأرض مقنعة للشعب العراقي سيتوحد الخطاب السياسي والشعبي إجبارا. عدم توحد الخطاب السياسي في كل المجتمعات بنية ما يسمى وثيقة العقد الاجتماعي، ثم سميت بالأخير الدستور. وبالرغم من أنه السنة، خلنا نتكلم قولتك بصراحة، الدستور قالوا عليه، لا الوحيد الذي صوت على الدستور هو الحزب الإسلامي، لكن مع هذا قبل هذا الدستور من قبل مكونات الشعب العراقي. للأسف الشديد فوجئ الشعب العراقي وفوجئنا كمكون مهم من الشعب العراقي، أن الذين كتبوا الدستور العراقي بدأوا يتنصلون منه. وتكلم الأخ النائب، سمعت الأخ عبد القهار، المادة 9(ا) من الدستور تقول تتكون الأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يحفظ التوازن. المادة 9(ب) تقول لا يجوز تكوين ميليشيات خارج أطار الأجهزة الأمنية. وعليه حقيقة هذه وثيقة العهد الاجتماعي التي كتبها الأخوة هم أول من كفر بها، وعليه الخطاب السياسي يجب أن تكون له أرضية فعلية، وإلا الكلام كلنا نقول كلام حلو وكلنا، لكن الفعلين فسوا واحد اثنين. بصراحة نقوله أنه مثل داعش المفروض حتى نسحب البصاق من تحت داعش يجب أن يكون لدينا فعلا وحدة وطنية. اليوم عندما الذين يقاتلون داعش وعوائلهم تأتي إلى بغداد لا يسمح لها بالدخول وهي بلدي، فكيف اليوم احنا نخاطب داعش؟ عندما تطلب العشائر السنية التسليح لا يسلحون، ثم تنهزم الأجهزة الأمنية وتعطي داعش بين معركة الموصل والرمادي أكثر من 3 مليار دولار أسلحة. وعليه لا يتوحد الخطاب السياسي عندما لا يكون فعلا وحدة وطنية من قبل
نعم. استاذ طه، استاذ طه، اذا تسمح لي، اذا تسمح لي، اذا تسمح لي انه راح انقل هذه تساؤلاتك للسيد القاضي وهو يجاوبك عليها. يعني تكلمت بنقاط مهمه جدا موجوده بالدستور العراقي وهو رجل قانون، لكن اريد اتحدث بنقطه مهمه جدا. هذا اليوم ما من المفروض انه نوحد خطابنا السياسي يعني في الفضائيات وايضا بالاعلام من عمان، من اربيل، من بغداد، من الدول الاخرى؟ هذا اليوم اصواتنا مشتته، اصواتنا مختلفه، خلينا نتوحد بكلمة واحدة أنه داعش عدونا، وبعدين نتحدث عن الخلافات السياسية اللي موجودة. توافقني هذا الرأي؟ هل يوم عدونا واحد هو داعش حتى نكمل حديثنا ويجاوبك عن الأسئلة؟ أنا أقول عدونا واحد داعش والميليشيات. إن لم تضاف الميليشيات أنها عدوة الشعب العراقي وعملت أكثر مما فعله داعش، طبعا لن يتوحد الخطاب السياسي، لان العدل اساس الملك. لما يكون خطاب واحد ضد الميليشيات وضد داعش، اقول عدوي داعش والميليشيات بنفس الوقت. خلي سيادة القاضي، هذا اليوم اتحدث استاذ طه وقال عدونا داعش، لكن عندنا مشكلة نحن ويا الميليشيات. انا ما افهم يا ميليشيات يقصد، اريد تجاوبه. وايضا اتحدث عن فقرتين مهمة بالدستور، يعني يجب انه تتنفذ، يعني عدم تشكيل الحرس الوطني للدستور. اتحدث انه يجب انه تكون في القوات الامنية من جميع مكونات الشعب العراقي، وايضا عدم تشكيل ميليشيا خارج إطار الدولة. هذا ما تكلم به السيد طه الهيبي، أريد تجاوبنا خارج هذا الموضوع. وليس الدولة. نعم، خارج الدستور. اللي يتفضل به يعني الدولة والدستور نفس الشيء أستاذ طه. اللي يتفضل به أستاذ طه فيما يتعلق بالدستور، أنا راح أسميه بالأسماء. يعني هو من يقول بأنه لابد وأن تكون الأجهزة الأمنية موزعة وعلى حسب الأصول، أنا بس أسأله الدكتور خالد العبيدي وزير الدفاع منين؟ كذلك قائد عمليات الأنبار اللي انسحب من المعركة وسحب الجيش منين؟ قادة الفرق الموجودين أكثرهم بالأنبار منين؟ رئيس أركان الجيش منين؟ يا أخي أنت دي شوف هاي الأسماء وشوف العناوين وبعدين نتحدث عن الدستور وتقسيم الأجهزة الأمنية والأمور. أما تتكلم عن الحشد اللي باعتبارهم ميليشيا، اليوم إحنا ما عندنا ميليشيا. اليوم كل من يتحدث عن ميليشيا بأنه هذا شخص دا يريد يمس وحدة الصف الوطني العراقي. اليوم أعلن بأن هناك هيئة للحشد الشعبي، وهذه الهيئة يرأسها القائد العام للقوات المسلحة. إحنا لا نظل نجيب ونفتار على حالة بأنه انتهت أخي، والآن في مجلس النواب هناك مشروع لقانون الحشد الشعبي والحرس الوطني. يا اخوان احنا خلينا نكون واقعيين، احنا اليوم جيشنا ما استطاع ان يقاوم داعش في بعض الاماكن، الشعب كله يقاتل داعش. الحشد الشعبي من احنا ما مستوردي الحشد الشعبي من ابناء هذا البلد. اليوم بهاي درجه الحراره 45 والان الناس لا تقاتل في الرمادي ولا تقاتل في اماكن اخرى. احنا مساله ميليشيا ابتعدوا عنها، لان لا توجد. انت قانوني اخي اللي اعرفه بانه تعرف معنى الميليشيا. الميليشيا خارج نطاق الدوله. اليوم كل الحشد الشعبي افراد وسلاح وعتاد هو بامر القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأخرى العسكرية. أما نجي اليوم ونتحدث خليني حتى لا نأخذ هذا كلام فارغ. استاذ طه انت ويانا، لكن خليني انتقل الى الشيخ العشيرة الاستاذ رافع الفهداوي.
استاذ رافع اذا تسمعني وياي انت، اكيد هذا اليوم نحتاج الى توحيد الخطاب السياسي، الخطاب العشائري، توحيد جهود السياسيين وايضا البرلمانيين وشيوخ العشائر حتى نقدر نقضي على داعش. اذا ما يكون خطابنا واحد موحد داعش يستفلق بينا وبمناطقنا. خلي اتحدث بكل صراحه، شنو رايكم بدخول الحشد الشعبي اللي اعتبرهم طه الهيبي ميليشيات، واي يوم يتحدث الأستاذ جعفر الموسوي ويقول هذولي هم تحت راية القائد العام للقوات المسلحة وأبناء الشعب؟ تفضل شيخ. شكرا لك وضيفك الكرام. قبل ما أتحدث بهذا الموضوع لابد من أمر على ما حدث بالأنبار لعل الأمور العملية على الأرض تقرب السجالات النظرية التي كثيرا ما سمعناها ولم تؤدي بنا إلى نتائج فعالة. ما حدث في الأنبار غاية بالأسف، عندما انسحبت قيادة عمليات الأنبار إلى خارج المدينة وكذلك انسحاب الفرقة الذهبية كذلك خارج المدينة، وبالتالي باتت المدينة تحت سيطرة داعش. ليس هذا أيضا أريد أشكر شيخنا، أريد أشكر عشيرة آل خليفة، يعني الجيش من انسحب وترك سلاحه وترك الدبابات، عشيرة آل خليفة استلمت الدبابات اللي هم 15 دبابة وأيضا استلمت السلاح وقامت هي تقاتل داعش بالسلاح اللي تركه الجيش. يعني هم نحب نوجه لهم الشكر والتقدير اللي على مواقفهم البطولية، يعني ما ننكرها. يا دبابات اللي تركها الجيش في الأنبار بالانسحاب الأخير، ما خليني ستكمل المعلومات الحقيقية. نعم، يعني هاي مو حقيقية؟ المهم لا تحدث لي حقيقية لو مو حقيقية. لا ما حدا أخذ دبابات أختي العزيزة، من يعني ليش هاي المعلومات؟ منين ليش؟ من قال؟ يعني هذه عشيرة أخرى مدافع عشيرة آل خليفة. لا 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 لا، الدبابات بقت عن داعش. هل يوم نحن ما نريد عشيرة زايد على عشيرة؟ هناك عشائر إذا سمحتي لي أختي أتكلم، إذا سمحتي لي أتكلم أختي، تسمحي لي أتكلم؟ تفضل شيخ. طبعا هذا الخطأ الكبير اللي ارتكبته القوات الأمنية بالخروج بخارج المدينة، وترك الأسلحة في قيادة العمليات وترك كثير من معدات الفرقة الذهبية، ارتكبت خطأين في آن واحد. لم تأتي تلك القوات باتجاه الشرق وتعمل هذا الساتر حتى تحمي جناح قاعدة الحبانية، وكذلك هناك الكثير من العشائر المقاتلة اللي صار لها سنة وسبعة أشهر هي تقاتل ويحمون هذا الجناح ويقوونه، راح باتجاه الغرب، وبالتالي القطاعات صارت في مكان غير استراتيجي ما إلى تأثير. أبو صاحب الفرقة الذهبية كذلك اتجه باتجاه قاعة الحبانية، طبعا يمك جنبك قريب عليك على بعد كيلو من المدينة هناك ساتر ومناطق آمنة وقوات أمنية وعشائر، ليش تروح لقاعة الحبانية؟ ليش ما بقيتها بهاي المنطقة؟ الأدهى والأمر هؤلاء المقاتلين هالمدرعات والهمرات من راحوا القاعة الحبانية يتكلمون بصوت عالي من خلال السماعات، انسحبوا يا عشائر جوكم داعش. طيب العشائر ده تقاتل بسلاح بسيط حقيقة. من اللي تحدث انسحبوا؟ يعني الجيش؟ نعم المنسحب يعني من الرمادي. بدل ما يلتحم ويا هاي العشائر ومنطقة آمنة ويستقر بيها ويقووهم ناس قوي ناس، وإذا يتكلم هذا الكلام طبعا المواطن البسيط اللي عنده سلاح بسيط ودي يتفرج على هذا المنظر المخزي طبعا يقول هاي المدرعات والدبابات لعد شنو داعش هذا؟ لعد بهالقوة هذا بهالحجم هذا أنا ما عندي غير. فكسروا معنويات كثيرة من الناس. مع ذلك بقت قبيلة أبو فهد حقيقة صامدة جزاهم الله بخير. وبعدها بثلاث أيام مع الأسف تحدث يعني فد ثغرة كبيرة، أحد السواتر علي واحد من أفواج الفرقة الذهبية والثامنة يعني على جزء من الساتر ينسحبون بعد منتصف الليل تحت جنح الظلام بدون علم أو مشورة أحد، ويستغلها فرصة داعش في هذا الوقت اللي انسحب يدخل وما حد يعرف كيف عرف داعش أنه راح ينسحب هذا الوقت، ودخل خلف القطاعات مالتنا في منطقة جويبة وهناك أثارت الفوضى. وبعدين من عرفت الناس أن الفوج مسحوب وما حد قدر يرجع لا وزير الدفاع ولا قائد الفرقة رغم اتصالنا المتكرر عليهم، عرفوا ان اكو شيء مو طبيعي دا يحدث. فلذلك قالوا احنا صارنا سنه وسبعه اشهر نقاتل نضحي دفنا خيره رجالنا وشبابنا، تعرضت عوائلنا للقهر والقصف
وللجوع وللأذى، وسنة وسبعة أشهر متحملين ونقاتل وإحنا رأس حربة في قتال داعش، هكذا يتخلون عنا؟ طبعا حتى المواطن من يشوف هاي الآليات الكثيرة جاي تروح كأنه يعني حضرت شلون تشوفين مثل غيم سما ملبدة بغيم، تتوقعين أنها راح تمطر. وهكذا المواطن من شاف هذا الانسحاب فكر أنه الدولة تخلت عن المنطقة. تلاحظين الرسالة السيئة والسلبية اللي أوحوا بها للمقاتلين العشائر. طبعا مع الأسف كثير من المقاتلين انسحبوا وراء هذا الخرق، خاصة الأخير الانسحاب بدون إذن، وبهكذا فعل طبعا مع الأسف سقطت على أثرها منطقة جويبة. حاولنا نسوي ساتر في منطقة حصيبة ولكن المقاتلين كانوا قليلين. نعم. استعنا بأخواننا بكل القوات يعني الأمنية. يمكن السبب شيخ قبل ما انتقل لسيادة النائب، السبب يمكن عدم التوافق يعني في يعني الخطط الأمنية، التوافق السياسي، يعني ما نفهم انه شنو اخطاء يعني من القيادات الأمنية اللي موجودة هناك، يعني شنو السبب بالتحديد فيما يخص هذا الموضوع؟ اتوقع يعني كقائد عام او كقائد للعمليات، يعني رجل أكيد عنده أركان وهاي الأمور التعبوية والاستراتيجية ما تغادر ذهنه، كذلك مرتبط بالقيادة العامة أو القيادة المشتركة للجيش، يفترض عندهم خريطة ويعرفون النقاط وشنو الاستراتيجي وشنو التعبوي، وأكيد يصير عنده اتصال يقول انسحب لفلان نقطة، وكانت هاي النقطة الساتر أقرب شيء عليه حقيقة. طبعا هذا الموضوع غريب، وحقيقة احنا ننتظر جواب كمواطنين عراقيين من وزير الدفاع ومن رئيس الوزراء حول هذا الموضوع. هذه التساؤلات أما إلى سيادة النائب، سيادة النائب موجود أكيد هو بالبرلمان وأكيد راح يستدعون القيادات الأمنية. أريد أعرف سيادة النائب يعني هذا اليوم المواطن العراقي ينتظر منكم إجابة شافية لأسباب سقوط الأنبار الرمادي، يعني هاليوم عوائلكم أو العوائل موجودة ببزيبز يعني، والله يرحم الأطفال اللي توفى وأيضا هذا الرجل الكبير اللي توفى بسبب الحر، يعني هاي بسبب يعني الصراعات السياسية، بسبب عدم التوافقات. يعني معقولة داعش عنده هذه القدرة الإلهية اللي يقدر يخترق جيش وشرطة وأبناء عشائر؟ معقولة؟ سأعود إلى هذا السؤال المهم جدا طبعا، لكن أريد أن أجيب السيد القاضي. نعم تفضل. بأن الاتفاق السياسي الذي تم ضمن وثيقة الاتفاق السياسي هو واجب التنفيذ من قبل الجميع، وتم على طريقة تحالف القوى العراقية والوطنية التي تمثل شريحة من الشعب العراقي اتفقت مع أخيها الأكبر هو التحالف الوطني، وكان من يمثل التحالف الوطني هو السيد العبادي ولجنة مفاوضة. بالنتيجة عندما يتم اتفاق سياسي يجب أن نمضي به للأخير، وأن لا يتم تخلي عن المسؤولية فقط عندما نكمل القانون من مجلس الوزراء بالصيغة المختلف عليها داخل مجلس الوزراء ونرسله إلى مجلس النواب تعالوا أنتم اتفقوا عليه. يجب أن يكون الاتفاق السياسي واجب التنفيذ حتى يعني يتم التصويت يعني ومكتمل التنفيذ، وأن لا يتم الالتفاف عليه داخل مجلس النواب من طرف على طرف آخر. نحن نعتبر هذا الاتفاق هو اتفاق أخوة واجبة التنفيذ للنجاح، وليست سباق نحو إنجازات سياسية لطرف ضد طرف آخر. خليني قبل ما تجاوبني على سؤالي خليني أخذ السيد طه الهيبلين هو على اتصال ويانا، خاف ينقطع الاتصال وبعدين الفقرة الثانية. نعم. بالنسبة لأن الوقت توازن في المكونات، نعم صحيح القيادات تبدو متوازنة، لكن على مستوى التنفيذ عدد الموجودين في الحشد الشعبي اليوم اللي يمثل الحرس الوطني غدا هو لا يتجاوز 8% بالنسبة للمكونات، وهذا الكلام رسمي من مسؤول الحشد الشعبي الذي يمثل المكون داخل الحشد الشعبي. نعم. يوم أمس قال نسبة التمثيل 8%، عدد الموجودين 13,000 مقابل 330,000 من إخواننا المقاتلين في الحشد الشعبي الآخر، ويوجد هنالك أكثر من 60,000 متطوع لم تقبل استمارات تطوعهم، وهذه على يدي الأسباب الواقعية هو عدم وجود ثقة. نعم. بالنتيجة عندما نحقق الثقة يعني عدم الموافقة عن أبناء العشائر اللي موجودة بالمناطق السنية، يعني شنو اللي منهم اللي تطوعوا؟ متطوعين من المناطق السنية أكثر من 60,000 متطوع لم يقبل منهم سوى 13,000 متطوع. نعم. وأنا شخصيا قدمت إلى رئاسة الحشد الشعبي أكثر من 2,000 متطوع من مناطق متنوعة من محافظة صلاح الدين
على أن يقبلوا وأعطوني الضمانات بقبولهم والموافقة المبدئية الشفوية، ولكن منذ 6 أشهر لحد الآن لم تتم الموافقة التحريرية. نعم. مع أن أدرجت أسماءهم في قوائم حسب الاتفاق حسب ما هو مقبول، لكن لم تدرج ضمن الموافقة الفعلية ليلتحقوا ويشاركوا إخوانهم في الدم ويكونوا ضمن مستوى المسؤولية. هذا ما نريده على أرض الواقع، أن تكون دماؤنا مختلطة. نعم. أن تكون دماؤنا واحدة. إذا يوجد علي مؤشر قل لي فلان عليه مؤشر 1، 2، 3 ممكن نستبعده، ممكن نتحقق من عنده، وأعطينا القوائم لكي يتأكد منها داخل الأمن الوطني، من أي جهات أخرى تأكد من هذه القوائم، لكن دعني أقاتل على أرضي، دعني أقاتل أتشارك وياك القتال ضد هذا العدو. نعم. بالنتيجة وحدة الدم، وحدة الموقف، وحدة المشاركة، تقاسم. نعم. أنتوا تعتقدون أنه القانون الحرس الوطني اللي راح تصوتون عليه بمجلس النواب هو راح يكون الكفيل في مشاركة أبناء السنة، خلينا نتحدث بكل صراحة، أو التوازن يعني في القوات الأمنية. بالتأكيد نحن نريد أن نطمئن على المستقبل، أن يكون من يحفظ هذه المناطق هم أبناء، من يتحمل المسؤولية أبنائها، لا نسهم في مرة ثانية في. نعم. أن يتراجع جيش العراقي أو أي قوات أمنية. نعم. غير مرتبطة مع أرض الواقع. نعم. سيد عبد القهار. نعم. خلي السؤال أخذ خلي أخذ فاصل وبعدين أرجع إلى السيد طه الهيبي. مشاهدينا فاصل ونعود لكم. حلم الطفولة نهر وشجرة وبيت، والحلم يكبر يجمع عبق الطبيعة ومتعة التسوق وروعة مناظر الزوارق في نهر والشوق لنخيل شط العرب، مدينة الأندلس السكنية مستوحاة من لوحة فنية لحلم العائلات بالعيش الرغيد. مدينة الأندلس السكنية، الحلم أصبح حقيقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. سيد طه إذا تسمعني، يعني إذا أنت موجود بعد ويانا تسمعني أستاذ؟ معك أسمع. نعم أستاذ طه، أريد أسأل، تحدثت عن الميليشيات، تقصد الميليشيات منو هي؟ الحشد الشعبي، الخارجين عن القانون، منو هاي الميليشيات اللي قصدتها؟ يعني ذبحنا يوميا نسمع ميليشيات، أريد أعرفاني منو هاي الميليشيات. تفضل أستاذ. طبعا أنا كان الصوت عندي مفقود، ما سمعت كلام الشيخ رافع الفداوي. على كل فقط سأجيبك ملاحظات على كلام الأستاذ النائب جعفر الموسى وأخونا. أقول له ترى هذا ضعف الجمهورية. أخونا عسام النجيفي خرج أمام الإعلام صراحة وقال أن وزير الدفاع مقصى من أي فعل تنفيذي وليس له أي أمر، حتى أن وزير الدفاع والسيد العبادي معركة تكريت لم يختاروها هم، اختاروها الميليشيات. طبعا التوقيت المسألة. نعم. الأخرى أنه الدكتور العبادي صرح أولا. نعم. وقال أنا لم أعطي أوامر الانسحاب. نعم. من الرمادي، من الذي أعطى أوامر الانسحاب؟ نعم. المسألة الأخرى، لماذا هي ليست هيئة حشد شعبي وإنما ميليشيات؟ سأجيبك واجيب. نعم. الاستاذ جعفر، لا انا اريدك تقصد بس انطيني نقطه، تقصد كل الحشد الشعبي ميليشيات؟ لو اكو هناك جهات خارجه عن القانون هي اللي تعتبرها ميليشيات؟ لا هو ساجيبك اختي، ساجيبك. شكلت هيئه الحشد الشعبي وفي ناس من اخوتنا من الشيعة انتفضوا ضد داعش، جميل، لكن عندما اتوا لهيئه الحشد الشعبي ماذا قالت لهم؟ قالت لروح تعال تحت أي ميليشيا، يعني تعال تحت ميليشيا سرايا السلام، منظمة بدر، حزب الله. إذن حقيقة الأمر لم يوجد لدينا حشد شعبي مستقل، لدينا ميليشيات وأقولها ولا أستحي منها ولا أخاف، وعلما أن الدستور العراقي يجرم هذه الميليشيات يجب أن تكون ضمن الأجهزة الأمنية. المسألة الأخرى حقيقة الجيش والأجهزة الأمنية 95% من أخوتنا المكون الشيعي، وصرف. نعم. على الجيش وحده خلال 8 سنوات أكثر من 300 مليار دولار.
يعني شنو اللي صار اليوم؟ يريد يطلعوا لي خلي يقعد عليك، خلي يقعد، لان انا الصوره لان بالاتصال الصوت يعني عيصني ما عاد اعرف ما اسمع زين، بس بكلام بسيط وساذب حتى من البرنامج حتى لا اطيل عليك. الجيش العراقي لازم تسمع شنو راح يقعد عليك، من الموصل ثم من صلاح الدين ثم اليوم من الرمادي، ثم ينفقون بصوره الميليشيات اللي يسموها الحشد الشعبي وكانها المارد الذي سيحرر العراق. اخوان الامور مو بهذا الشكل، يريدون نوحد الخطاب مثل ما قال، درجه الحراره 25-45 واطفالنا تموت بالصحراء، لم يصلها لا ماء ولا اكل ولم يسمحوا لهم بالدخول. نعم. لا لكن اريد اسال سؤال، اريد اسال سؤال استاذ، ليش تعترضون على اللي يحرر مناطقكم؟ ليش تعتبروهم ميليشيات؟ هسه خلي يحررون مناطقكم ويرجعون هذه العوائل النازحه اللي موجوده اليوم ببزيبز، يعني والله حرام والله حرام والله حرام. يعني المفروض انت استاذ طه الهيبي وكل الناس الطيبين والخيرين ينزلون من عمان وينزلون من اربيل وينزلون من اوروبا وينزلون يحررون مناطقهم. هاليوم مناطقكم وناسكم، خلي اي واحد يحررها، خلي يحررها يا اخي، خلي يرجعون الناس. تفضل كمل. اسماعيلي، حررت جرف الصخر من 6 أشهر ولم يسمحوا لواحد يرجع لبيته، حررت دياله من 5 أشهر ولم يسمحوا لواحد يرجع لبيته، حررت اطراف صلاح الدين ولكن النائب عبد القهار موجود من 2 شهر ولم يسمح لواحد ان يرجع، بل بالعكس سرقت البيوت وسرقت الاموال، سرقوا ولم يبقوا حتى الدجاجه كما يقول فيصل القاسم. ولذلك يعني لماذا نعم خلي سياده النائب، بس انا راح اتحدث كلام واحد، اعطوني السلاح وانا ساحرر مناطقي. تفضل استاذ، الوقت يعني حقيقه انا يعني ما استاذ طه، الوقت استاذ طه، خلي يرد عليك. تفضل استاذ. يعني الحقيقه تحولت من الثلاجه للدجاجه، فما اعرف شو اجاوب حضرتك انا يعني. لا مساله ثلاجه ولا دجاجه، احنا بحاجه الى توحيد الخطاب السياسي الوطني. اخي العزيز يعني انتوا لا تروحون باتجاه اخر، يعني انت تريد الامريكي يجي يحررك لو ابن بلدك اخوك هذا، يعني حقيقة انت قافل، يعني قافل موضوع الحشد الشعبي، قافل عليه وتسميه طائفي وتسميه ميليشيا وتريد يتحاكم. من يتحاكم؟ انت بهذا كلامك المفروض تتحاكم عليه اذا اكو قانون واذا اكو دولة هنانة. طبعا هي تبكيتكم يا استاذ، تتحاكمون من تشاؤم وتعتبرون ارهابيين. شوف افعال الحشد الشعبي وانت قاضي وستسال امام الله. نعم هذا استطاع. لماذا استطاع. لا تقول للنازحين ان يرجعون لبيوتهم؟ جاوبني على هذا السؤال وساسكت. والله اذا هذا كان خطابك، انت تخوف العالم وتخوف النازحين يرجعون الى دورهم، وهذا خطاب المفروض ما يكون. اخي على كل عراقي، اخي بطلوا المتاجره، بطلوها ارجوكم، بطلوها والله العظيم، لا المناصب ولا الاموال ولا ما تفيد، ما تفيد اخي، ما يفيد الا حرمه هذا البلد، ما يفيد الا حرمه هاي الناس الان بالشارع من خلال خطابكم هذا اللي خليتوه خطاب طائفي، خليتوا العالم توصل الى هذه النتائج. افعال ميليشياتكم اللي ما اليوم نحن من استضافيناك ببرنامجنا، نريد نوحد الخطاب السياسي، ما نريد خطابات من عمان ومن اربيل تأجج الوضع داخل العراق، نريد نوحد الخطاب السياسي. استاذ طه نريد نوحد، هاليوم عندنا عدو واحد مشترك اللي هو داعش، يعني انت تريد تحرر مناطقك والاخ يريد يحرر المناطق، وهاليوم ما نريد داعش بالعراق، ما نريد داعش. هذا اللي استضافيناك على موده، وإن شاء الله يتوحد الخطاب السياسي العراقي من جميع سياسيين اللي بالداخل وبالخارج، ويكون عدوهم الواحد هو داعش. خلي نحرر مدننا ومناطقنا وبعدين نتحاسب.
بعدين خلينا نحققها. هسه هاي التصريحات تثير النعرة الطائفية وأيضا تأجج مشاعر الناس النازحين وأيضا اللي قاتلون أبنانا من الحج الشعبي. خليني أنتقل إلى الشيخ. شيخ رافع إذا تسمعني. نعم. شيخ رافع، اليوم داعش عدو للجميع وانتم اصبحتم تدركون هذا الواقع المرير. يعني داعش ما استهدف الشيعة واستهدف السنة واستهدف الاكراد واستهدف التركمان واستهدف الصابئة وما خلى واحد ما استهدفه، ودينهم ما اعرف شلون دين، يعني ما اريد احكي، يعني ما اعرف شلون اي دين يحلل الذبح ويحلل القتل. اريد اتحدث بنقطة واحدة، شلون نوحد خطابنا السياسي حتى نحارب داعش؟ صحيح هناك أبناء عشائر تريد تسلح وتريد تقاتل داعش وتريد تنزل الأرض المعركة، لكن عليكم أنتو شيوخ العشائر أيضا اتخاذ موقف جدي أمام العدو، يعني كل عشائركم. تفضل شيخ. نعم، بس قبل ما أجيب، أنه ذكرت حضرتك عشيرة البخليفة الكرام هم في قضاء الخالدية والقيادة العمليات في قضاء الرمادي، بس أحب أنوح على هذا الموضوع. نعم. يعني نحن الأسلحة اللي تركت في قضاء الرمادي. أنا ما عندي لا نعم. نشكر العشائر اللي هذا اليوم تاخذ السلاح وتروح تقاتل داعش. طبعاً هذا طبعاً اللي أقصده. البخليفة العشائر المتصدية جزاهم الله بالخير، وقفة طيبة. فيما يخص هذا الموضوع اللي تفضلت به حضرتك، حتى يتوحد الخطاب، نحن فيها في ظرف حرب. يعني في تقديري أول خطوة يجب أن يعاد تعريف داعش من جديد بشكل واضح. والآن دولة رئيس الوزراء، شيخ ادخلي بالمضمون، الكل عرفت تعريف داعش، هل يوم كل المواطنين عرفت من هو داعش؟ هل يوم ابن الجنوب وابن الوسط وابن المناطق الشمالية وابن الموصل وابن الأنبار وابن ديالة عرف من هو داعش وعرف تعريف داعش والفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوبات عرفت منه دين داعش؟ ليس عفوا ليس هذا ما أقصده. ادخلي بالموضوع، الوقت شيخ، الوقت عندنا وقت. الآن مطلوب من دولة رئيس الوزراء أن يعيد تعريف داعش بشكل أوسع وأشمل وأوضح للشعب العراقي، حتى نستطيع من خلاله أن نوحد الخطاب السياسي. يبدو الأخوان في كردستان ربما عندهم تعريف أوضح من الموجود، وكذلك كثير من الأخوان بالتحالف الوطني، إلا يعني ممثلي السنة تعريفهم قاصر جداً عن داعش، وبالتالي انعكست الرؤية حتى على المجتمع بالوسط السني عن تعريفهم لداعش. يعني أعتقد هاي خطوة جوهرية يجب تقع على عاتق الرجل الأول في الحكومة العراقية وهو رئيس الوزراء، أن يعرف لنا داعش حتى نعرف شلون نكافح. لكن شنو رأيك أنت شيخ بدخول الحج الشعبي؟ إحنا بالنسبة لنا إحنا دعينا، إحنا دي يتكلم الأستاذ طه عن 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 ميليشيات، إحنا ما ندعو ميليشيات، إحنا دا ندعو أخواننا بالحج الشعبي اللي هم يعني تحت راية الدكتور حيدر العبادي. نعم، تحت راية الحكومة أنتوا هذول تدعوهم. بالضبط، اللي هم تحت سلطة رئيس الوزراء العراقي أخواننا الحج الشعبي يجون يقاتلون ويانا، هذا اللي ندعوه. احنا ما لنا علاقه بقضايا ميليشيات خارجه عن القانون، ما لنا علاقه. احنا حشد شعبي جهه امنيه، ده ندعوهم اخواننا ابناء عشائرنا الكرام يجون يفزعوننا، لان احنا في مصيبه. وحقيقه ما كان ينبغي ان تضيع يعني هاي الجهود مالت العشائر المقاتله، وبقتها الحكومه عاريه بدون تسليح وبدون عتاد بدون دعم. يعني هذا من يتحمل المسؤوليه؟ يعني احنا هذا القتال سنة وسبعة أشهر، والآن العوائل هنا على بزيبز بغير مكان. ليش هاي الآليات اللي انسحب بيها الجيش، ليش مطلتوا هالعائل العشائر يا شرطة محلية؟ تدافعوا أنفسكم على أقل تقدير. نعم. ليش خلونا إحنا بعد أن قاتل سنة وسبعة أشهر تخلونا طعم سائغ للدواعش؟ كيف تقبلون يا دولة رئيس الوزراء يا وزير الدفاع؟ شنو اللي يجري بالبلد؟ ما عندنا وضوح لهذا الموضوع. إحنا بحرب جاي ننزف دم، لازم توضحون الامر. مطالبين امام الراي العام. نعم. ان توضحون. نعم. شنو بده يصير بالبلد. نعم. ما مقبول هذا الشيء ابدا. نعم. بعدين هاي العوائل ليش هسه انا اجتي؟ صار لها سنه وسبعة اشهر هاي تعاني القتال والدمار هناك، يا وابنائهم كلهم مقاتلين. الان بعد سقطت مناطقهم بعد ان تخلت الحكومه وانسحب الجيش وما اعطيتهم سلاح وما اعطيتهم عتاد وسقطتوهم اشبه بالعمد، الان اجوا هنا لاجئين من 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 داعش والإرهاب. نعم. وتخلونهم أربعة أيام خمسة أيام، النساء والأطفال
بالعراء وبالحر. خليني اجاوب على السؤال. ما بقبل هذا الحكي ابدا. خليني اجاوب على سؤال النائب، لان النائب اليوم شنو اتخذتوا اجراءات على مود النازحين؟ يعني سمعنا انه سمحوا لدخول النازحين الى بغداد، لكن هذا اليوم في الحقيقه يعني من نشاهد التقارير الاعلاميه وعلى ارض الواقع هناك اعداد كبيره من النازحين موجوده لحد الان في معبر بزيبز، يعني وين الحقيقه؟ نعرف تحدث لي لان الوقت يدارك. حقيقه هي ماساه بزيبز، ماساه انسانيه كبيره جدا، وتتحمل الحكومه العراقية كل تبعاتها القانونية والشرعية أمام الشعب العراقي. عليها أن تنظر إلى الشعب العراقي بعين المستوى الأول والواحد، أولا من الناحية الإنسانية. ليس من الحق، ليس من الصحيح أن يهضم أي إنسان عراقي يحمل أي صفة كانت. حتى المتهم يجب أن يعامل معاملة إنسانية ألا نثبت إدانته، ومن ثم بعد الإدانة له القصاص العادل، ودماء الأبرياء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ويتحقق منها بشكل حقيقي. لكن مجلس النواب، مجلس النواب استدعى، مجلس النواب وجه لجنة الأمن والدفاع أول ما حصلت الكارثة ثاني يوم كارثة الانسحاب، وجههم بتقديم الأسماء ممن أولئك الذين تسببوا بهذه الكارثة الوطنية وإهانة الجيش العراقي لمرة ثانية على أرض الأنبار كإهانته في نينوى. وجه بالتحقيق المباشر لجنة الأمن الدفاع، وأن تقدم الأسماء لمجلس النواب ليتم محاسبتها بصورة مباشرة. وجه لجنة حقوق الإنسان ولجنة الهجرة والمهجرين التوجه مباشرة إلى النازحين ومعرفة معاناتهم والإسعاف المباشر وتسخير الوزارات. أعطيك نقطة مهمة. وجه اليوم مباشرة صار النجقد من سقطة الموصل لهسه اللجنة تحقق وما طلعت بنتيجة. وجه يعني مباشرة نفس اللجان اللي تحقق وجه يعني مباشرة اللي الحكومة بدون نتائج باتباع وتنفيذ قرار مجلس النواب الذي اتخذ من قبل أكثر من 3 أسابيع والذي يقضي فورا بفتح معبر بزيبز، ولكن الحكومة لم تستجب، وهذا مؤشر على الحكومة بشكل سلبي، وعليها أن توضح الحقائق للشعب العراقي كونها الجهة التنفيذية. لا نريد مزايدة على الحكومة، ولكن نريد سبب معاناة هؤلاء العراقيين الذين استشهدوا على معبر بزيبز الذي تتحملهم قرارات ربما أثرت بشكل سلبي على واقع المجتمع. واقع المجتمع لا يتحمل اليوم عدم تنفيذ قرارات لمصلحة الشعب العراقي. أريد أسأل سؤال مهم جدا، يعني قبل ما أنتقل إلى السيد القاضي، هل انتهى الشهر العسل السياسي؟ يعني هذا اليوم بسقوط الأنبار، يعني وأيضا عدم تنفيذ بنود الاتفاقية السياسية اللي دائما تتكلمون في وسائل الإعلام، بنود الاتفاقية السياسية، الحرس الوطني، المساءلة والعدالة، حصر السلاح بيد الدولة، وهناك قوانين أو اتفاقيات دائما تتكلمون عنها أنتم اتحاد القوى. نعتبر والمواطن يعتبر أنه انتهى الشهر العسل السياسي وراح نشهد صراعات سياسية عنيفة أكثر ما نحن بيها، لو راح نوحد جهودنا ويتوحد الخطاب السياسي لمواجهة داعش؟ هو حقيقة وفق المأساة الإنسانية والأمنية اللي يعيشها العراقيين وبخاصة أبناء هذه المحافظات، لا يوجد شهر عسل سياسي. نعم. الموضوع السياسي هو موضوع طبعا بكل الأحوال أقل من معاناة الناس. اليوم معاناة الناس هي أكبر من أي مسميات أخرى ممكن أن يتبناها السياسيين. معاناة الأطفال الذين تموت والنساء التي تموت والشباب التي تذبح والعشائر التي تقتل وأبناء المقاتلين بشتى مسمياتهم الذين يذبحون من قبل الإرهاب، هم يجب أن لا يتم المزايدة عليهم من قبل أحد. لهذا نحن نذهب باتجاه يجب أن يحصل هنالك توافق سياسي في محاربة العدو الواحد والتوجه استاذ جعفر، لازم يكون هناك توافق سياسي مثل ما تحدث، أو توازن، خلينا نتحدث بكل صراحة، حتى يتحقق العدالة وأيضا المساواة، وأيضا يشعر الطرف الآخر المقابل اللي هو شريك بالوطن باطمئنان داخلي أنه هناك إنصاف لبعض حقوقه، يعني مثل ما تحدثوا. نعم. السنة، يعني خلينا نتحدث اليوم بالأسماء، سنة شيعة، هاي بعد انفرضت علينا. مع التسمية التوازن بكل تفاصيلها. نعم. هذا جانب، ولكن علينا أن لا نخلط. نعم، شلون ننهي الخلافات؟ اسمحي لي، علينا أن لا نخلط. اليوم الأنبار من اهتزت. نعم. اليوم نحمل العبادي كقائد عام القوات المسلحة ووزير الدفاع والأجهزة الأمنية. نعم. أنا ما أقدر أجي أحمل السيد النائب. نعم. المسؤولية.
علينا أن نخصص، وبالتالي العبادي من يتحمل المسؤولية كقائد عام القوات المسلحة وزير الدفاع خالد العبيدي والقيادات الأمنية والعسكرية المتواجدة في الرمادي يتحملون المسؤولية، وبالتالي علينا أيضا من نشوف هيك حالة ونحملهم مسؤولية. علينا إحنا كسياسيين ككتل سياسية كل واحد يتفرغ الشغلة. نعم. عضو مجلس نواب يراقب الحكومة ويحاسبها متى ما أخلت تشريعات يقدمها، رؤساء كتل سياسية كل واحد عليه بشغله، أما الأجهزة الأمنية والقائد العام ووزير الدفاع والقادة الأمنيين هم عندهم مسؤولية ما حد يتدخل بيها، لا تدخل الحشد، لا دخل الحشد، هذا يصيح الحشد ما يريده، هذا يريد مجموعة من الحشد أن تدخل ذاك، هذه تقع على عاتق ومسؤولية العبادي والأجهزة الأمنية والعسكرية. نعم. لا يستمع لأحد، هو المسؤول، هو يدخل ما يدخل ويحافظ على مدن العراق، وبالتالي هو المسؤول الأول والأخير عن أي إخفاق أمني يحصل في البلد. أما يقول فلان دخل حشد والآخر لا يريد، هي طلبات قمة. نعم. لو طلبات أغاني عندنا، إحنا دولة لو مو دولة. نعم. إحنا دولة، دولة مجلس النواب يحاسب القائد العام القوات المسلحة متى ما أخفق في عمله، ولكن عليه أن يطلق إيده. نعم. الوقت يطلق خلاص. إيده. لكن بكلمة مهمة. نعم. جدا، الصراعات السياسية والسياسيين والكتل السياسية إذا ما توحدوا ما راح تمكن داعش من عندنا، إذا ما توحدوا. شوف داعش يبحث عن, 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 عن بؤرة حتى يتمكن. داعش لو لم يجد هناك بيئة صالحة فاسدة في الرمادي وفي الموصل لا يستطيع أن يدخل. هذه وحدة. اثنين، وإحنا خلينا نسمي الأسماء بأسمائها. نعم. الأشياء بأسمائها. داعش هذا اللي ما يعرف كلمتين يحكي عربي يقدر يقاتل بالأنبار ويطير فرقة ذهبية ويطير قيادة عمليات الأنبار ويخلي الأسلحة يعفون أسلحتهم ويطلعون، لو ماكو حاضنة موجودة من الصداميين العسكريين القدامى اللي هم يقودون المعارك، احنا ليش ما نتحدث بهالشكل؟ ليش ما نتحدث بهالشكل؟ نعم. خلي يكون حديثنا واضح. نعم. ولابد. نعم. وان نخلي معالجات بعد داعش وبعد عودة المهجرين. خلص. علينا ان نكون هناك اصلاح للنظام السياسي الحالي. شكرا. ان شاء الله. كلمة واحدة يعني علينا، خلص الوقت. أولا يجب النظر إلى المواطن العراقي أن جميع المواطنين هم مواطنين بالدرجة الأولى ومتساويين بالحقوق والواجبات والعدل أساس الملك. شكرا. بالختام عندي كلمة، ليش صارت ميزة السياسة العراقية هي الخلافات والنزاعات والاقتتال؟ اختلفوا ما يخالف على المناصب على الوزارات، شفناكم شلون تتنازعون على الوزارات اللي بيها تخصيصات عالية، وهسه مختلفين على عدوكم المشترك اللي يقتل بناسكم وأهلكم. كافي خلافات، ضيعتوا البلد، والله ضيعتوا البلد. والنوب مزاجات وأهواء، ما يريد الحشد الشعبي يطب لأن خاف يسيطر على مناطقنا، وحضرة جناب الأفندي أهل وعائلته قاعدين بالخارج وانت باقي تزايد، والطرف الثاني هم ما ندخل، خاف فلان سياسي يزعل. لو ما نريد نزعل دولة صديقة، بس فهموني الناس ايش حصلت من بعضكم؟ صار 12 سنة ايش حصلت؟ ما قدمتوا شيء وما راح تقدمون، ما طول باقين مختلفين والناس هم ملت، والانتخابات الجاية مو بعيدة والناس عرفت منو معاها ومنو ضدها. إيش وقت تتوحدون بخطابكم السياسي ضد داعش؟ إيش وقت مملينا؟ إيش وقت من السافرون تمثلون كل العراق مو طوائفكم وأحزابكم؟ إيش وقت تعلو كلمة العراق فوق كلمة الطائفية والقومية اللي مزقت البلد؟ وهم أريد أسأل سؤال محير، صدق حماية رئيس الجمهورية مخطوفين؟ لو هم تسقيط سياسي أشو ضاعت علينا وضاع الصدق؟ تصبحون على وطن موحد. في أمان الله.